السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم وفاء الغنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة. جينا لكم النهاردة بحلقة جميلة كلها حب وضحك وموضة وجمال، ومعانا ضيوف الحلقة أستاذة فاطمة الأجاوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتك كلمينا عن شغلك. أنا اسمي فاطمة الأجاوي، من المحلة وفاتحة بيوتي سنتر نيو لايف في المنشية الجديدة شارع 10. ميك اب ارتست، متخصصة بروتين، تنظيف بشرة، حمام مغربي، يعني متخصصة في كله. ما شاء الله. ومعانا أستاذة وفاء مسعود. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة وفاء. أستاذة وفاء مسعود ميك اب ارتست وخبيرة بروتين، قولي لنا مكانك. أنا وفاء مسعود، قرية حس الشبشير، طنطا غربية، فاتحة بيوتي سنتر وفاء مسعود برضو في قريتي، برضو في قرية حس الشبشير. أنا كوافيرة شاملة، ميك اب وبروتين وتنظيف، والحمد لله يعني أنا شامل كل حاجة. ومعانا أستاذة شيماء إسماعيل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتك برضو ميك اب ارتست وخبيرة بروتين. اهلا وسهلا بحضرتك. مكانك فين؟ شيماء اسماعيل، من قريه كرانش ومركز باسيون الغربيه، عندي بيوتي سنتر سلمى، الحمد لله متخصصه برضو في كل حاجه، ميك اب ارتست، حمام مغربي، تنظيف بشره، بروتين، صبغه، ولسه بنتعلم. طبعا النهارده كلكم شرفتوني ونورتوني، والنهارده هستفاد منكم بحاجات كتير جدا، والمشاهدين كمان هيستفادوا منكم وبعرضكم الجميله. نبدا بقى نتكلم عن ايه الاول في التخصصات الجميله دي كلها. نتكلم مثلا عن البشره وازاي بتهيئيها قبل الميك اب. نبدا الاول باستاذه فاطمه. تمام. اولا احنا بنشوف الاول نوع البشره. لو البشره مثلا دهنيه وفيها بثور وفيها حبوب، بنحاول الاول نعالج الحبوب، وطبعا بنعمل تنظيف بشره، جلسه تنظيف بشره، بنشيل البثور وبننظف البشره تماما. لو الحبوب طبعا صعبه، طبعا انت لما بتجيلك عروسه بتشوفي بشرتها الاول، لو شايفه ان هي محتاجه تتعالج جلديه من الحبوب، يعني الحبوب اوفر قوي في وشها، مش هينفع تعملي لها ميك اب مثلا يوم الفرح والحبوب دي موجوده، فبتنصحيها باي كريم للحبوب وكده فبتستخدمه. ولو الموضوع كبير قوي فبتنصحيها انها تروح لدكتوره جلديه علشان تتعامل مع الحبوب بطريقه طبعا صحيه. تاني حاجة، لو هي مش البشرة مش مجهدة قوي، خلاص احنا اوريدي بنشتغل يوم الفرح، لما بنيجي نبدأ مثلا الميك اب بنشتغل في البشرة. البشرة لو محتاجة طبعا تنظيف بشرة بنعمل الجلسة بتاعة تنظيف البشرة جلسة كاملة، بنعمل طبعا حمام بخار للبشرة، بنعمل جلسة، بنعمل ماسك صنفرة وماسك شد وماسك ترطيب، وبنرطب البشرة كويس جدا. طبعا بقى بنيجي لمرحله الميك اب. لو هنحط الميك اب بنشوف نوع البشره ايه وايه اللي يناسبها من الميك اب، يعني بنشوف مثلا لو بشره دهنيه ليها ميك اب معين، ليها ماتريال معين، لو البشره جافه ليها احنا برضو دلوقتي معانا ماتريال معينه دلوقتي هتظهر على الشاشه تتكلمي عنها. ماشي، هي دلوقتي هتنزل على الشاشه وحضرتك تتكلمي عنها. ماشي. دي دلوقتي ده شغل البروتين. ده شغل البروتين، ده قبل وبعد. حضرتك بقى الشغل البروتين بتاعك بتواجهي فيه صعوبات؟ اكيد طبعا، لان الشعور مختلفة، بيجيلي ساعات مثلا شعر افريقي، ساعات بيجيلي شعر مجعد اللي هو الكيرلي مثلا، الشعر اللي هو الخشن قوي قوي. كل طبعا شعر له تعامل مختلف وله نوع بروتين مختلف وله معاملة خاصة مختلفة عن غيره. ما فيش شعر بيبقى مماثل للشعر التاني، يعني كل شعر مختلف على حسب نوع الشعر، احنا بنختار نوع البروتين فمش كله زي بعضه. حضرتك طبعا شغلك واضح ان هو شغل نظيف جدا، ما شاء الله عليكي. شكرا لحضرتك طبعا. دلوقتي بس عايزين نسال استاذه وفاء مسعود، كنت كلمتيني قبل الحلقه عن البشره اللي بيكون فيها حفر. انا برضو بيجي لي بشرات كتير برضو فيها حبوب وبثور وحفر، يعني بتعالجي موضوع الحفر ده؟ بعالج الحبوب الاول، تمام، بديها مضاد حيوي وكده، وبشتغل معاها برضو تنظيف بشره، وبرجع تاني برضو لو لقيت البشره بقى فيها حفر بتجه بقى للطبيب، وباخدها بقى بوديها للطبيب. مثلا انا مثلا بتعامل مع دكتوره، باخدها بوديها للطبيب واتعامل بقى معاها، بقى نعمل لها جلسات بلازما قبل الفرح بشهرين اتنين او ثلاثه، لان طبعا خلايا البشره بتتجدد كل 28 يوم، فبتضطر انها تعمل 3 جلسات في الشهر
فبتبتدي بقى الحفر يعني بتملى وبتبقى جاهزه كده للميك اب. طب حضرتك ايه اكتر المشاكل اللي واجهتيها في مشاكل البشره؟ اكتر مشكله حاجة الحبوب البارزه عن البشره والحفر اللي هي بتكون تحت الجلد. تحت الجلد، وفي بقى بتبقى بارزه اصلا، فبتضطر ان يقول لك على الجو يعني عايزه اخبيها بالميك اب. طب اداريها ازاي؟ ما بتداريهاش اصلا لانها بتبقى بارزه عن البشره، فبالتالي ان انا بعوز العروسه تجيلي قبل الفرح بثلاث شهور على الاقل، عشان برضو لو في حاجه زي دي تبقى يوم الفرح يبقى البشره كلها موحده يعني. استاذه شيماء، حضرتك ميك اب ارتست جميله، عايزين بس نسالك بقى عن الموضه بما انك مهتمه بالكلام ده. الموضه في الميك اب، والله انا من ناحيه اول ميك اب كل يوم في تجديد، يعني ما فيش في الميك اب بالذات يعني كل يوم في جديد. انا بالنسبه لشغلي انا بشوف ان البساطه الجمال هو في البساطه، يعني ما بحبش في شغلي ان انا اعمل شغل كتير قوي، ابرز حاجه اوفر قوي. كل العرايس بتاعتي بعمل لها كل حاجه سيمبل ماشيه مع في كل حاجه، يعني ينفع السواريه، ينفع السواريه بعمله حاجه هاديه. الفرح طبعا بيبقى ليه طبيعه تانية وليه شغل تاني. الشبكه برضو بيبقى مماثل للسواريه. في ميك اب بيتعمل بالنهار، في ميك اب بيتعمل بيبقى مناسب ان انت تمشي بالنهار، في ميك اب بيتعمل بالليل سهرات. فهو الميك اب كل يوم فيه تجديد، كل يوم فيه موضه. طب ايه اكتر الوانات بتنفع مثلا مع البشره السمراء؟ الترابيه، انا بفضل الترابيه. طب المشاهدين مش عارفين ايه الترابي ده، فالبنيات ارجو الشرح بس. انا بحب يعني في البشرات الغامقه اللي قابلتني البنيات بتديها اضاءه، يعني ما بحبش الالوان الفاتحه في بشره. دي الماتيريال بتاعت حضرتك دلوقتي على الشاشه. اتفضلي كلمي. دي عروسه وشبكه، ودي كنت في مهرجان فرسان الجمال هنا في القاهره قريب مننا هنا في النادي الاعلاميين. ودي كان سهره. كملي كلام. كنت عامله ميك اب سهره. طيب قولي لي، طيب العروسه لما بتجيلك هي اللي بتختار الالوان اللي هي عايزه تحطها؟ لا. ولا بتسيب لك نفسها لا خالص؟ لا لا العروسه بتيجي، انا بشوف بشرتها، بشوف اللوك اللي هيليق عليها ايه، انا اللي بحدد. وفي عرايس بتبقى يعني مزاجها بتجيب لك صوره تقول لك لو سمحتي انا عايزه اللوك ده، بس ممكن لو ما يلاقيش عليها اقول لها مش هينفع عليكي، فبعمل لها اللي يبقى لازم ليها هي. دي الماتريال بتاعت حضرتك برضو في البروتين صح؟ ده بروتين. ايه اكتر المشاكل اللي بتجيلك في الشعر بتاع الشعر البروتين؟ الناعم. الشعر الناعم؟ لو في شعر ناعم. شعر ناعم وهيتعمل بروتين؟ لا، بيبقى في كسره موجه بسيطه بتقولك لا انا عايزاه هايش وعايزاه كده. ده ممكن يطلع فيه بيطير كده. ده ممكن يطلع لي، يطلع معايا عيوب فيه. انما الافريقي اكتر شعر بيبقى كويس قوي جميل قوي، لان بيكون باين برضو الفرق فيه. جدا. انما الناعم ساعات بلاقي فيه عيوب. طب استاذه فاطمه الاجاوي بقى، حضرتك ساكته خالص كده وما كلمتنيش عن الميك اب. الميك اب قولي اتكلمي بقى عن البشره البيضاء. البشره البيضاء لو هي طبعا خاليه من العيوب، احنا لما بنيجي نشتغل اصلا في اي بشره بنشوف الاول الدفوهات اللي في البشره، يعني مثلا لو في اي دفو في البشره بنعالجه وبنحط له الكوريكتور المناسب قبل ما بنشتغل ميك اب. بتكون ايه الالوانات طيب الالوانات حلوه مع البشره البيضاء؟ الالوانات اللي هي احنا يعني انا دايما بحب ادمج درجه فاونديشن مثلا غامقه شويه على درجه فاتحه علشان يديني الدرجه الوسط، ما بحبش ان انا يعني ايه احط للعروسه درجه وتكون فاتحه قوي على بشرتها علشان الاضاءه ما تبقاش كويسه في الفرح. انا يعني دايما بفضل ان انا يعني ايه لما تكون البشره فاتحه، انا دايما البشره فاتحه عامه ما بيبقاش فيها دفوهات، يعني معظم البشرات الفاتحه ما فيش فيها دفوهات، الدفوهات بتبقى دايما في البشرات الوسط، البشرات الغامقه شويه، لكن البشرات الفاتحه الدفو الوحيد اللي بيبقى فيها ممكن تبقى هالات سودا تحت العين. الهالات دي بنحط لها طبعا الكوريكتور الاورنج قبل ما بنشتغل. ف لو في بقى حبوب حمراء بنحط كوريكتور اخضر. نبدا بقى نشوف البشره محتاجه ايه. طبعا اول حاجه بنحطها خالص المرطب، ولازم نرطب البشره. حضرتك نازله على الشاشه دلوقتي. لازم نرطب البشره كويس جدا.
قبل الميك اب لازم نرطبها كويس، عشان لو ما رطبناهاش كل الشغل اللي هنعمله في البشره هيشقق والبشره هتنشف مني، وبعد فتره قصيره جدا من وضع الميك اب الميك اب هيبوظ. الكلام ده يخص البشره البيضاء؟ لا، الكلام ده يخص جميع البشرات. طب احنا عايزين نعرف الالوانات اللي بتليق للبشره البيضاء دلوقتي. استاذه شيماء اسماعيل قالت لنا الحاجات اللي بتليق على البشره السمراء، وحضرتك هتقولي على البشره البيضاء. حضرتك هتقولي على البشره الخمريه. الالوانات اللي بتليق على البشره البيضاء دايما الغوامق، زي مثلا النبيتي، اللون اللي هو البني اللي هو الغامق شويه، مش اللي هو الترابي الفاتح قوي، لا اللي هو النبيتي، الاحمر، اللي ممكن الكشمير، الوانات الكشمير. طبعا الكشمير ده درجات، يعني كذا درجه، في درجات من الكشمير بتبقى تحفه 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 على البشره البيضاء. دي الالوانات اللي بتليق على البشره البيضاء. استاذه وفاء مساء الطيب، دلوقتي هتقولي لنا بقى البشره الخمريه. وبمناسبه البشره الخمريه انا بشكر استاذه وفاء مسعود، هي اللي عامله لي الميك اب الهادي الجميل ده. ميرسي يا حبيبتي. اتكلمي بقى عن البشره الخمريه. طبعا البشره الخمريه طبعا انا من عشاقها بصراحه والله، يعني انا قبل الحلقه كلكم كنتوا بتعشقوها جوه. هي بنعشقها لانها بجد بتظهر شغلي، يعني هي بصراحه بتظهر شغلي. البشره البيضاء طبعا بتتعبني في الميك اب، لان برضو ببقى عايزه اطلعها حلوه وكويسه، بس في نفس الوقت انا بتعب معاها. لكن البشره الخمريه والله الحمد انا بطلعها من ممكن نص ساعه ما شاء الله، ويطلع لوك يعني كله بيبقى مبهور بيها. ما هو باين اهو. بصوا يا جماعه خليكم والله. فانا بستخدم لها برضو بستخدم لها البيجات والبنيات، وبشتغل بقى فروجات برضو على كشمير، برضو كشمير غامق، ممكن كشمير على موف برضو بيمشي معايا. فانا بشتغل فيها عموما على غوامق، يعني ما برضو ما اديلهاش انها تبقى بيضه لانها طبعا هتبقى باينه، فبديها برضو على بيجات. استاذه شيماء اسماعيل، بما انك بغمازات بقى وحاجات حلوه كده، هل في عروسه ممكن تيجي تقول لك طلعيني بغمازات طلعيني بطابع حسن؟ في طب بتطلبها منك ازاي وحضرتك بتعمليها ازاي؟ الكونتور ما خلاش حاجه صعبه يعني بصراحه، يعني ممكن يبقى ما فيش غمازات وتطلع غمازات وتعملي لها غمازات بتبقى جميله. في بتقول لي وفي طابع حسن طبعا. في غش كتير في الحوار ده. ما هو دي المشكله. بنضحك على الناس. لا لا حضرتك طبيعي طبعا. ربنا يخليك. طيب ايه اكتر مشكله مثلا واجهتك في شغلك ككل؟ سواء بشره بقى، سواء ميك اب، سواء شعر، سواء بروتين، اي حاجه. في الميك اب زي ما استاذه وفاء قالت، الحبوب البارزه دي بتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه للعروسه. وفي ساعات عروسه تيجي على غفله مثلا وتقول لك انا فرحي كمان اسبوع، ما بتلحقيش ان انت تحضري بشرتها لحاجه زي كده. وحضرتك لازم تكوني عايزه حاجه معينه. لازم يعني. العروسه ما تحجز لازم تعالج بشرتها الاول لو فيها اي عيوب، لان ده كده بعد كده بيبان في الميك اب، بيبقى صعب ان انت تداريه. بالنسبه للشعر، لو شعري مش نضيف مثلا بتيجي برضو عميله تقول لك لا ده انا غسلته ده نضيف ده مش عارفه ايه، يا ستي طب ماشي نتاكد، نغسل برضو نتاكد، تقول لك لا اصل انا مثلا ما عنديش وقت. بالنسبه للقريه اللي انا فيها بيبقى صعب على العامله ان هي تقعد مثلا يوم طويل، فبضطر ان انا اسمع الكلام، بس بيطلع العيب برضو من عندي. فدي مشاكل كتير بتقابلنا في شغلي بصراحه. استاذه فاطمه الاجاوي، عايزين بقى نتكلم في حاجه كده حلوه كده ولطيفه شويه. اتفضلي. بصي لي طيب. اتفضلي. دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن العروسه اللي هي بتجيلك مثلا قبلها بفتره، بيتم تجهيزها ازاي كعروسه ككل؟ انت حضرتك بتاخديها في كل حاجه صح؟ صح. طب بيتم التعامل معاها ازاي؟ طبعا هي بتيجي تتفق معايا الاول، وبعدين انا بشوف هي محتاجه ايه، بشرتها كويسه وجاهزه للميك اب، عاوزه بس حاجات بسيطه ممكن نعملها، ولا محتاجه شغل جامد. يعني في بشرات، يعني ساعات بيقابلني بشره بتبقى عاوزه شغل شهرين ثلاثه قبل الفرح، بتبقى فيها حبوب بارزه جدا، بيبقى فيها بثور كتير، بتبقى دهنيه زياده عن اللزوم. طبعا البشره الدهنيه دي من البشرات الصعبه، لان التعامل معاها بيبقى صعب شويه لانها بتبقى مليانه حبوب بثور. في بشرات دهنيه بقى بتبقى فيها اخرام، اللي هي المسام الواسعه، الحاجات دي برضو محتاجه تتعالج برضو قبل الفرح. كل الحاجات دي انا بشوف بقى بشرتها محتاجه ايه من الحاجات دي كلها، وبعدين ابدا اعالجها لها الاول، او مثلا انصحها انها تروح تزور دكتور جلديه معين مثلا علشان يعالج لها كل ده قبل الفرح. وبتجيلي بقى يوم الفرح انا بجهز بشرتها، بعمل لها جلسه تنظيف بشره قبل الميك اب، وطبعا بقى هي بتكون خلاص اوريدي عالجت البشره بتاعتها
والدنيا معاه تمام، وبنبدأ بقى نحط الميك اب بالترتيب زي ما قلت لحضرتك. شكرا ليكي جدا استاذة وفاء مسعود. عايزينك تكلمينا بقى عن نفس المشكلة بتاعت العروسة اللي هي بتجيلك فجأة دي، تمام، بتعملي معاها ايه؟ اللي هي بتيجي فجأة ما بتجيلكيش قبلها بفترة. هي بتجيلي فيها عرايس بتيجي تحجز قبلها ب15 يوم برضو. طب بتبقى متفقة بقى على بروتين ولا لا؟ اللي بقى ب15 يوم دي ما بتبقاش متفقة بروتين، بتبقى عادي يعني سشوار ومكوى. طب لو عايزة تعمل البروتين بقى حضرتك بتعملي معاها ايه؟ البروتين بقى حجزت فيه بخليها تستخدم شامبوهات للبروتين نفسه. العروسة القمر دي تبعك؟ ديت اختي برضو طبعا يا جماعة، دي اختي الجميلة ما شاء الله. طبعا انا بقدم لكم شغلي ويا رب يعجبكم، والحمد لله انا طبعا لكل عروسه برضو لوك مختلف عن الثانيه، وزي ما انتم شايفين شغلي برضو معاكم كله يعني ميك اب ماتيريال والله يعني اوريجينال بصراحه الحمد لله، وزي ما انتم شايفين شغلي برضو يا رب يعجبكم ما شاء الله. وطبعا عندك دي كانت شبكه واضح. كملي طيب طبعا ده بروتين. العروسه بقى اللي بتجيلك قبلها ب15 يوم ممكن تقول لك هعمل بروتين، بتعملي معاها ايه؟ انا بخليها تغسل بقى 3 ايام طبعا بشامبو برضو قلت لك اللي هو بديله مخصص للبروتين. 3 ايام هي اللي بتقعد تغسله؟ وبتجي لي بقى انا طبعا كده كده قبل ما اعمل البروتين لازم بغسلها بشامبو عندي معين برضو. لازم ده طبعا لازم اعمله لها قبل البروتين عشان خاطر ان انا اقفل مسام الفروه وكده، عشان طبعا في بنات كتير بتزعل يعني من القشره وكده اللي بتجي بعد البروتين. فانا دلوقتي الحمد لله يعني خدت كورسات برضو كده في البروتين، وبقيت برضو بعمل لهم البروتين بحاجه جميله جدا، وان انا برضو يعني لازم ابقى متميزه برضو يعني عن اي بيوتي سنتر تاني. استاذه شيماء، حضرتك ازاي بتنصحي العميله بعد ما بتعمل البروتين انها تهتم بشعرها؟ بنصح اي واحده بتعمل بروتين ان هي تمشي على مجموعه العينيه، لازم تهتم بيه. اغلبيه العملاء بتعمل البروتين عشان شعرها يبقى ناعم وخلاص، يعني الاسم ان انا بسرح والم بتوكه ومهفهف وفرحانه بيه، بس بيجي بعد كده الاهمال كانك ما عملتيش حاجه، بيبوظ الجلسه او بيبوظ اللي احنا عملناه. يعني انت بتكلفي عشان يفضل شعرك جميل تهتمي بيه، لازم تهتمي بيه زي ما انت عايزاه حلو، لازم تديله حقه. مجموعة العناية لازم تكون مع أي عميلة عملت بروتين لحد ما هي تبتدي إيه تعيد الجذور أو عايزة تعمله من الأول، لازم مجموعة العناية كده كأن ما عملتش حاجة. طب بيتم الجذور دي بتطلع بعد قد إيه مثلا؟ والله أنا جات لي يعني في عملة بتجيلي بعد 3 شهور بيبتدي تعيد على الجذور بس، وفي بعد 6 شهور يعني بيبقى خلاص البروتين وصل لحوالي إيه حوالي 15 16 سنتي 20 سنتي من الشعر اللي هو بعد 6 شهور. الثلاث شهور بيبقى لسه موجود فيه بروتين كويس، بتعيد الجذور بس اللي اتكسرت بس. تمام. طب الاطراف بتتاثر ولا مش بتتاثر؟ والله لو واحده متخصصه وبروفيشنال يعني في شغلها تخيلي لا ما تجيش جنب الاطراف، تركيزها كله على الجذور بس. في بقى بيبقى غصب عنها البروتين بيسحب معاها لتحت، بتبتدي تشد بالمكوى من فوق لتحت. بس ده ممكن يضر الشعرايه، بتضعفها. استاذه فاطمه الاجاوي، عايزه اطلب بس من حضرتك تقولي ايه المشكله اللي بتواجه اللي هي عامله البروتين في الصيف؟ المشكله العرق. العرق هو المشكله، وبالذات المحجبات بقى كمان بتكون كاتمه شعرها على طول، لان العرق فيه املاح والاملاح بتضر جلسه البروتين، يعني كاننا ما عملناش حاجه. عشان كده احنا دايما بننصح عملائنا اللي بيعملوا عندنا بروتين مثلا ان ممنوع تروحي تنزلي البحر، يعني ممنوع تنزلي البحر وانت عامله جلسه بروتين، لان انت لما تنزلي البحر هتطلعي انت كده بوظتي جلسه البروتين كانك ما عملتيش حاجه. الميه المالحه بتاثر طبعا على جلسه البروتين، بتبوظ الجلسه، بتخليكي كانك مش عامله حاجه. استاذه وفاء، دلوقتي البروتين طبعا هو اصل موضوعاتنا الحمد لله، فدلوقتي اللي بتيجي تعمل بروتين وهي شعرها طويل احسن ولا اللي بتعمله هي شعرها قصير؟ بصي، هو كل برضه عميله ولها بروتين معين. الشعر الطويل ممكن يكون اصلا يعني ضعيف فبعمل له ترميم فما بياخدش مني برضو ساعه، لكن الشعر القصير هو بصراحه لو هو من اللي هو الافريقي بعد ما بيتفرد اصلا بيبقى بسم الله ما شاء الله تحفه يعني. فهو في كلتا الحالتين طويل قصير انا بشتغل فيه الحمد لله، يعني ولله الحمد يعني 100%. بس انا اعرف ان الشعريه بتتقل
بعد ما بيتحط عليها البروتين. ما هو انا بعمل ازاي بقى؟ انا اللي بالشعريه حتى لو تقلب انا بسحبه للاخر خالص، يعني ما بخليش الشعر اصلا فيه بروتين كتير. أيوة. البروتين الزايد خلاص بنزله بالمشط اصلا. وبشتغل فيه، بشتغل في اي شعر الحمد لله. بس هو دلوقتي اهم حاجه في البروتين غسيل الشعر، ويعني البروتين اصلا يعني انا بفضله للبنات او العملاء بصراحه في الشتاء، لان انا في الشتاء بيعمل يعني ممكن يقعد معاكي مده طويله، اما في الحر طبعا عرق وتحجيبه طبعا، فبيضطر ان هو ما يقعدش فتره طويله. يعني ممكن بصراحة تعمله في الشتاء على ما يجي الصيف يكون لسه يا دوب عايز يترمم، اما لو عملته في الصيف هم 3 شهور بالظبط وتلاقي الجذور طلعت، فبتضطر انها تعمل جلسه ترميم تاني، ما بتكلفهاش برده كتير. وبرده بنصحها انها ما تعملش توكه في شعرها، هي اخرها توكه المشبك، وبرده تفضل مسيبه شعرها ويعني يبقى في تهويه برده ليه، ما تفضلش طول النهار لابسه الحجاب، ومثلا في بحر في بسين تلبس برده البني. تمام. استاذه شيماء، بما انك قريبه من سننا وكده، في بنات طبعا ممكن تجي لك تقول لك اختاري معايا الطرحه، التاج، الفستان، بتعمليها ازاي بقى؟ وده بيريحك اكتر في شغلك ولا ما بيريحكيش؟ انا بيريحني ان اختار اللي انا شايفاه صح للعروسه، يعني سواء كانت شبكه او حنه او دخله. في زي ما قلت لحضرتك قبل كده، في عروسه بتبقى جايبه لوك معين هي عايزه نفس النظام ده، فبعمله لها، والله لقيته حلو عليها خلاص اوريدي، هي كده فرحانه ومبسوطه. ما لقيتهوش حلو بختار لها حاجه تانية. في عرايس الحاجات السيمبل الهاديه بتبقى جميله عليها وبتبرز جمالها اكتر من التاج الكبير والحاجات دي. هو كده كده انا شغاله محجبه بس، يعني مش بعمل شنيو ولا كده. فشغلي كده بيبقى مريحني اكتر، احسن من الشنيهات بتاخد وقت كده وحاجات تانية. انا شغالين محجبات بس، يعني بالنسبه لي انا شغاله محجبه بس، فدوت بيسهل عليا شغلي. الحاجات ديت بتبقى سهله مع الطرحه، فما بتقابلنيش مشكله الحمد لله. طب بما اننا قاعدين بقى كلنا كده وزي كلنا زي بعض، يعني مفيش حد غريب في النص، ممكن نتكلم كلنا في موضوع واحد، ان هو العروسه ازاي بتختار فستان الفرح بتاعها، ازاي بقى التخينه بتاخد ايه؟ هو فعلا ما هي لازم على حسب الجسم طبعا. ايوه، فالتخينه بقى تاخد ايه؟ الرفيعه تاخد ايه؟ ما هو في فساتين على فكره برضو موديل التخينه تبقى عايزاه، وهو اصلا على يعني عروسه رفيعه، فالاتيليه نفسه فيه بيبقى فيه ترزي اصلا في الاتيليه، فبيعمل لها توسيع، بيظبط الفستان بيبقى هو هو. يعني انا عندي مثلا عروستين، عروسه نفس الفستان بس العروسه التخينه بشكل والرفيعه بشكل، ما بتعرفش اصلا دي هو ده ولا لا. بيظبط الفستان على مقاسها، بيوسع مثلا، الموديل اللي تختاره رفيعها بيليق عليها الفستان المنفوش او الصفر. انا ده اللي اقصده. انا العروسه المليانه انا متهيألي اللي هو الملموم شويه يبقى حلو عليها غير المنفوش. المنفوش ممكن يزود وزنها اكتر. لا، هي المفروض تختار حاجه تلم جسمها بس. يعني بصي، معظم العرايس بيختاروا المنفوش حتى لو تخينه، اصل كل واحده تقول لك ملكه ومش ملكه. لا، حتى لو تخينه تقول لك انا عاوزاه منفوش، يعني حتى ما بتروحي، انا ما بروح مع مثلا عرايس بتوعي اي اتيليه عشان انا ايه معاهم الفساتين، لو انا شايفه العروسه تخينه وفكرت اختار لها فستان مش منفوش، هي تقولي لا مش انا عاوزه المنفوش. وعموما السيلفر برضو هو فاطمه ممكن ما يكونش لايق زفاف، يعني السنه دي السيلفر تحفه تحفه، عندي كذا عروسه سيلفر زفاف مش ابيض ولا اوف وايت. يعني بسم الله ما شاء الله برضو بيظبط العروسه. الاوف وايت والسيلفر هم الصراحه في الفساتين تحفه، يعني ما بقاش موضه الابيض. لا الابيض لا، السيلفر والاوف وايت مسحوب زي الاول. لا، هو السيلفر. طب لو واحده مثلا جايه وهي مثلا تخينه شويه وعايزه تلبس مثلا حاجه اللي هي بتكون صك، بتنصحيها ولا بتسيبيها عادي؟ والله لو لايقه اصل انت يهمك برضو. أيوة. ان هي تطلع حلوه، والفستان بيأثر على شكل العروسه صح؟ ايوه اكيد. تمام والله. بس انا زي ما قلت لحضرتك معظمهم ما بيقبلوش ان هم يختاروا صك، يعني كله عاوز المنفوش. يعني كل يعني هي ليلى بتقول لك انا، هي ليلى مش مهم انا تخينه بس يعني الفستان يبقى عاجبني ويطلع عليا حلو، مش مهم بقى ان هو يبينني اتخن او ارفع مش مشكله. يعني في ناس كتير، عرايس كتير بيفكروا بالشكل ده، فهي حريه شخصيه. طب استاذه فاطمه، مش عايزه تقدمي عروض للمشاهدين بتوعك؟ ان شاء الله نقدم. طب يلا. ماشي. اول 5 حجوزات بروتين خصم، اعمل لهم ديسكاونت 20%، طبعا لان جلسه البروتين بتبقى صعبه زي ما حضرتك عارفه.
اول 5 حجوزات فرح عروسه يعني ايا كان بقى زفاف حنه اي حاجه 50% ديسكاونت. استاذه وفاء انا برضو بعمل برضو خصم لكل عميل، كل 5 عملاء هيتصلوا سواء بروتين برضو خصم 20% زي استاذه فاطمه، و50% برضو على ميك اب سواريه خطوبه حنه زفاف شامل يعني 50% ان شاء الله اول 5 متصلين باذن الله بعد ما نخرج من الحلقه. هو نفس العرض لان احنا غاشينه من بعض عشان ما نزعلش حد. طبعا انا طبعا عايزه اعتذر لعدم وجود خبيره التجميل استاذه روعه الموجي لان هي عندها ناقصاها بجد، هي بس كنا نتمنى انها تكون موجوده معانا طبعا ظروف تعب يعني وظروف مرضيه. الف سلام عليها. بس طبعا عايزين برضو نقول العرض بتاعها، العرض بتاعها اول 10 متصلين بعد الحلقه باذن الله اول 5 منهم هياخدوا عرض البروتين، هيعمل البروتين وبعد ما بتعمل البروتين هتاخد بقى الافتر كير والسشوار هديه. تاني 5 متصلين هياخدوا باذن الله الافتر كير او السشوار هديه، هديه واحده لكن اول 5 هم ليهم الهديتين. نواصل بقى مع عرض مغري. طب ينفع انا ابقى داخل العرض؟ اتصلي بيها بعد الحلقه على خلاص. تمام طبعا معاكي الزهره لو شايفاني دي بجد الزهره ان شاء الله تبقى موجوده معانا الحلقه ان شاء الله، تبقى موجوده الحلقه الجايه ان شاء الله. دلوقتي مفيش اي عروض على الصبغات او اي حاجه تانية؟ احنا ممكن نعمل عرض برضو على الصبغه. فين استاذه فاطمه تبدا؟ ماشي، هو العرض برضو عرض الصبغه هنخليه زي عرض البروتين 20% خصم 20% على 20% على اول 5 لان الصبغه برضو بقت غاليه برضو. شيماء غشاه برضو؟ يعني بصي انا ما كنتش هقول كده. طب كنت هتقولي ايه؟ هقول اول 5 حجوزات فرح ان شاء الله الصبغه على ان شاء الله هديه مني للعروسه غير الخصم ال 50% كمان؟ ان شاء الله. يبقى انت ماشي يا شيماء تمام. لا انا محتاجه اغراء يا جماعه. لا خلاص بقى. طب ممكن تقولوا ارقام تليفوناتكم تاني؟ بالنسبه لي شيماء اسماعيل 0130 34 4. تمام. وفاء مسعود 012 25 7 96 528. استاذه فاطمه احنا نبقى ننزل ماشي. انا فاطمه الاجاوي بس صراحه انا مش حافظه الرقم. مكانك فين يا استاذه فاطمه؟ انا المنشيه الجديده، المحل الكبرى المنشيه الجديده شارع 10 بيوت سنتر نيو لايف. عايزين بس نشكركم على وجودكم معانا والحلقه كانت جميله جدا. وعايزه اسالكم برضو على حاجه عشان بيقولوا لي في وداني ان حضراتكم ما قدمتوش عروض لتنظيف البشره ليه؟ طيب نقدم. هو الوقت خدنا بصراحه برضو. ليه؟ نقدم. بصي هي عروض تنظيف البشره، جلسه تنظيف البشره الحمام المغربي كل ال ماشي هو كل العروض اللي احنا قلناها معظمها 20% ما عدا جلسه ما عدا الميك اب بتاع العروسه 50%. يعني كل العروض عندنا 20% ما عدا ما عدا الميك اب ده 50%. انا ممكن اعمل للزفاف بس صبغه وجلسه تنظيف مجانا برضو كمان مع خصم 50%. اما السواري والخطوبات انا ممكن اعمل لهم جلسه واحده تنظيف مجانا. احنا بنشبرق على عرايس. انا مظبطه لكم الحلقه دي يعني. على فكره يا استاذه وفاء بس اقول حاجه، انا قلت العرض ده بتاع تنظيف البشره ده لغير العرايس، اما للعرايس انا بعمل اصلا جلسه تنظيف البشره مجانا. يعني انا بعمل اوريدي للعروسه قبل الميك اب بعمل لها جلسه تنظيف بشره دي مجانا. حضرتك مش هتقدمي لهم حاجه؟ تنظيف البشره خلاص بقى امرنا لل 20% خصم على تنظيف البشره. ايوه والله يا اسماء متعبه بجد والله تنظيف البشره. انا فاهمه انها متعبه بس برضو المشاهدين بتوعكم بيكونوا عايزين عروض وكده. واحنا عيوننا للمشاهدين واحنا عيوننا ليهم برضو. اكيد طبعا. طيب انا عايزه بس اقول لكم حاجه، ان المشاهدين ممكن حد يكلمكم يقول لكم ان انا كنت بتابع البرنامج وعايز عرض بقى ايه شامل بقى ومال توتال كله. ماشي. ايه تقصدي الديسكاونت يعني بتاع العرض؟ ماشي. لو العرض شامل توتال يعني مثلا العروسه تيجي من الالف للياء كله. أيوه. كله كله هعمل لها ديسكاونت 40%. وانا 50% ان شاء الله. وانا زي فاطمه 40%. 40% لان انا في قريه، انا بضحي في قريه بصراحه وبحب يعني انا بقول 50% اهلي بلدي برضو. أيوه. لان هم في المدينه. في حد فيكم بيعمل تركيب رموش اللي هي
اللي الشعرية بشعرية دي؟ اه لا بصراحة هو كله بيطلب اللي هي الرموش ال 3 دي. اه محدش بيحب لا اللي ما هي الدائمة دي، لا أصلا الرموش الدائمة دي لا. طيب بالنسبة للرموش، في فرق ما بين كل واحدة ووشها؟ يعني في وش ممكن ياخد رموش كبيرة وفي صغير وكده، ولا طبعا عادي ممكن كله يستخدم أي حاجة؟ لا لا طبعا، العيون النعسانة، الجفن اللي هو ساقط ده ما ينفعش نستخدم معاه رموش عالية. طب استاذة وفاء تقول لنا العين البارزة. بالنسبة في نوعين اتنين من العيون انا بقابلهم، العيون المبطنة والعيون اللي هي غايرة. المبطنة دي بصراحة بتبقى شغلها معايا يعني فوق الفظيع بصراحة، بس بتديني مساحة لشغلي، فبضطر بركب لها رموش 3 دي ان شاء الله طويله مكثفه بتظبط معايا. اما الغايره دي بتبقى طبعا الجفن داخل لجوه كده، فبضطر ان انا يعني بشوف يعني الرموش اللي هي تعتبر طبيعيه 100%، وبحطها برضو وبفتح بقى الالوان على الجفن عشان تظهر العيون. زي ما استاذه فاطمه قالت، العيون النعسانه دي ما بتحتاجش رموش طويله، لازم تكون رموش خفيفه، وساعات بقصها بصراحه لما بلاقيها كده. هو احنا بنجيب الرموش تتقص؟ انا بقصها. ممكن اقول حاجه؟ العيون الجاحظه دي احنا بتبقى لها شغل مختلف، يعني شغلها مختلف عن اي عيون تانية. احنا ما بنحطش في العيون الجاحظه دي، ما بنحطش فوق الجفن، ما بنحطش ايلاينر، لازم نحط شادو بس، ممنوع نحط ايلاينر. برضو ما بنحطش جوه العين كحل ابيض، بنحط كحل اسود، ممنوع نحط كحل ابيض، لان هي اوريدي اصلا هي جاحظه، هي واسعه وكبيره وبتبقى جاحظه، فما ينفعش نحط لها كحل ابيض. كل عين وليها شغل. فده الجحظه دي، ده شغل الجحظه بقى اللي انا قلت. ليها شغل مختلف، العين الجحظه دي ليها شغل مختلف خالص. هي عموما انا لو في عيون برضو من اللي هي اللي تبقى صغيره وكده، ساعات ما بقصش الرموش بصراحه، ساعات بطلع بالرموش لورا عشان خاطر ان انا افتح يعني اوسع العين، فاضطر ان هي تبقى العيون واسعه طبيعي، وبيقابلني كتير قوي كده يعني في العرايس برضو، فالحمد لله يعني بشتغل بثقه يعني مع العروسه والحمد لله بتطلع كويسه. طب بعد جلسات تنظيف البشره، ازاي الواحده تهتم ببشرتها ان هي تفضل مخليها نظيفه كده فتره صغيره حتى؟ اقول كل قسموها على بعض. اتفضلي. كل واحده تدينا الخبره بتاعتها. ماشي. هو دلوقتي اللي احنا دلوقتي هنعمل جلسه تنظيف بشره. انا بعد جلسه تنظيف البشره، لو هي طبعا عروسه او مش عروسه، انا بنصحها ان هي طبعا اولا تهتم ده طبعا دايما كل يوم الصبح وبالليل تستخدم غسول مناسب لبشرتها. الغسول ده يوميا مرتين في اليوم اقل حاجه، غسول مناسب لنوع بشرتها انا بنصحها بيه، يعني انا بقول لها استخدمي كذا ده مناسب لنوع بشرتك، نوع مثلا معين انا عارفاه فتمام. تاني حاجه، قبل ما تنام بالليل لازم تحط مرطب، مرطب ليلي، ولما تصحى الصبح لازم تغسل طبعا وشها بالغسول برضو، وتحط ايه على بشرتها مرطب، ولو هتخرج في الشمس لازم تحط صن بلوك علشان تحمي بشرتها من الشمس، ولان طبعا الشمس ده العامل الرئيسي لظهور التجاعيد بدري. لو تعرضت طبعا للتصبغات، طبعا هو طبعا عامل رئيسي واساسي في ظهور التصبغات بتاعه البشره، لان بتلاقي طبعا البشره حته وحته، يعني حته غامقه وحته فاتحه، ما بتبقاش موحده. طب هل ينفع تحط ميك اب بعدها على طول ولا انا ينفعش؟ انا الحمد لله برضو لما في عميله بتجيلي طبعا انا بشتغل لها بخار وتنظيف، طبعا كده انا بفتح المسام، برجع بعمل لها 3 ماسك، اخر ماسك خالص انا بحطه ده تقفيل مسام، عشان برضو بقفل المسام بتاع بشرتها خالص، عشان خاطر برضو انها لو روحت يبقى كده بشرتها ايه جاهزه لاي ميك اب يعني. بس برضو بنصحها انها تحط قبل الميك اب مرطب، لازم تقفل المسام بالمرطب وبعده البرايمر، عشان خاطر لو حطت ميك اب برضو وخرجت يعني تبقى بشرتها يعني جاهزه يعني انها للخروج وكده. وبرضو بنصحها بالصن بلوك لو هي مش هتحط ميك اب برضو، صن بلوك. استاذه شيماء، بعد جلسات تنظيف البشره على طول، السواد اللي تحت العيون ده بيروح ولا ده ما بيروحش؟ والله في حالات كتير قوي ما بيروحش، بيبقى هو موجود فيها اصلا وراثه، بيبقى وراثه، النقص فيتامين معين، ليه مشاكل كتير يعني. انا بتقابلني العيالات السودا دي وبتبقى غامقه قوي، انا بصراحه يعني بنصحها تروح لدكتور. بالنسبه للبشره يعني انا مش هتكلم على التنظيف لان الاساتذه قالوا، بس بيصادفني كتير قوي بتبقى العميله سنها صغير جدا وعندها تجاعيد كتير قوي،
ديت المفروض يعني ايه الواحده تهتم ببشرتها شويه، شرب الميه، اكل الخضروات، تعتني ببشرتها اكتر، لان انا بيصادفني كتير قوي عندهم تجاعيد في سن صغير من قله الاهتمام بالبشره. والميه برضه ممكن قله الميه، قله الميه اكيد. الهالات السوداء بتبقى معظم الوقت بتبقى نقص حديد في الجسم، فبيعمل هالات سوداء، بتبقى الهيموجلوبين قليل. فلو الادويه ما جابتش معاها نتيجه، انا بنصحها انها تروح لدكتوره جلديه تعمل جلسات فراكشنال. الجلسات دي بتجيب نتيجه، بس طبعا عدد الجلسات دي الدكتوره اللي بتحدده. بتعمل الجلسات دي، فمع الجلسات دي خلاص بتختفي في الهالات. طبعا حضراتكم نورتوني، شكرا ليكم وشكرا لخبراتكم وشكرا لوجودكم، واتمنى تكونوا معايا حلقه تاني ان شاء الله. وبجد احنا استفدنا منكم كتير، وشكرا جدا على العروض مقدما، وشكرا على الفيكاب الجميل اللي قدمته لي ده. شرف لينا وجودنا اصلا مع حضرتك، وكان نفسنا مدام روعه تبقى موجوده. ربنا يبارك، ونشكرها برضو على وجودنا معاها في الحلقه، يعني اكيد معاها برضو في البرنامج. ربنا يبارك لكم. انا بتمنى اشوفكم مره ثانيه، وبجد كنت مبسوطه معاكم. انتظرونا بعد الفاصل ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وانا مفتقده جدا 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 استاذه روعه الموجي خبيره التجميل، بس هي موجوده طبعا بروحها معايا. عايزه اتكلم عن الدوره التدريبيه اللي هي كانت عاملاها للبروتين روعه اورجانيك، وازاي هو اثر وعمل ثوره كبيره في عالم البروتين، ووفر كتير مجهود وفلوس على المتخصصات وعلى العملاء. وعايزه اقدم العروض بتاعتها. هي عامله النهارده باذن الله عرض، اول 10 متصلين بعد الحلقه على طول ليهم عرض جميل جدا. العرض ده عباره عن ايه؟ اول 5 باذن الله هيتصلوا هيعملوا البروتين، وليهم الافتر كير، وليهم السشوار نفسه مجانا طبعا. وتاني 5 متصلين باذن الله ليهم الافتر كير او السشوار مجانا. ودلوقتي هنطلع ونوصل بفقرات كده صغيرة من مع البروتين بتاع روعة أورجانيك. عشان امسك معاكي بنات، امسك لي كمان. دي المفاجأة الجديدة اللي كنت بقول لكم عليها، بدأتي منتج جديد اسمه روعه اورجانيك، المنتج اللي كلنا كنا بنحلم بيه ان احنا نشتغل بيه. المنتج ده منتج انتوا اكيد عارفينها كلكم، مدام روعه الموجي ده منتجها. بسم الله ما شاء الله، منتج نزلته كلنا كنا بنحلم بيه. المنتج ده انا قلت لكم النهارده الصبح عملها لكم مفاجاه، لان المنتج ده كان تحت تجربه بقاله 6 شهور. ده احنا طبعا انتوا تعرفوا عارفيني ان انا ما بطبلش لاي منتج، الحلو بقول عليه حلو. المنتج ده انا وزعته على الشعر ونشفت وكبست في ساعتها، ولا استنينا ساعه ولا حتى نص ساعه ولا حتى ثانيه، وزعنا. وكان عمل جماعي، كل اللي عايز يجرب كان بيجرب كمان. وزعت البروتين ونشفت استشوار ساقع وكبست في ساعتها، كبسه حلو جدا جدا، مفيش يعني طري جدا، كان من 4 كبسات. كان المنتج خلاص شعرايا بتتكبس معايا. الشعر خد قد ايه؟ الشعر ده خد قد يا بنات اقسم بالله وحياة زين، مفاجأة. الشعر ده اخد مني بالظبط 35 ملي بروتين، وكان كتير كمان. تمام؟ فدي ان شاء الله تبقى مفاجاه او قنبله الموسم بتاعنا ان شاء الله. من اول من اول ما بدانا توزيع لحد ما خلصنا بجد يا بنات، ما فيش انا بادئه، انا بادئه 3 الا ربع او 3 وربع، انا خلصت من بدري اصلا، وقاعدين خلصنا 4 ونص تقريبا، وقاعدين بنتمشكح في قولي 5 في الاكاديميه. فبجد يا بنات على ضمانتي، عارفيني ان انا مش بطبل لمنتج، الوحش بقول عليه وحش والحلو بقول عليه حلو. جربوه على ضمانتي. المنتج بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هو بيتكلم عن نفسه، واديكم شايفين. انا طبعا مش عارفه انا احاول اجيب لكم الصوره دي قبل، لاني مش انا كنت بصور، التلفزيون اللي كان بيصور، بس ان شاء الله هجيبها لكم. المنتج اهو اهو يا بنات، طري جدا جدا جدا، مفيش تقصيفه مفيش حاجه. اصلا الشعره دي كانت مجعده جدا اهو، بسم الله ما شاء الله. الشعر ده طبعا بعد ما اتغسل واتنشف استشوار، وهقول لكم انا بقى بس لما نروح ان شاء الله. الشعر ده عشان ما لقيناش افطر كير اتغسل بايه، ودي المفاجاه الثانيه، ان الشعر اتغسل بحاجه زي كده ويبقى بالطراوه دي.
معلوش اي اضافات، معلوش اي حاجه، حتى ولا بلسم ولا حمام كريم ولا اي حاجه. حبيبه اعملي لي كده اهو يا حبيبه، اهو يا بنات، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني توفير ماده، توفير ماده، توفير وقت، توفير وقت، توفير كبس، توفير كل حاجه بجد روعه. شعر هو روعه، يعني عايزه اقول لكم انتم ممكن ما تجيبوش افتر كير وتغسلوا ببريل بجد والله. سالت فعلا دخلت الحمام ما جبناش افتر كير، انا فندق هنا انا ما لقيتش افتر كير طبعا، ما نسيته، فما لقيتش قدامي غير البريل بتاع الفندق اللي بغسله بيه، فروحت غسلاه بالبريل اقسم بالله. فبتغسل ببريل من غير اي حاجه، وبالطراوه دي، وان انت تكبسيه، ان انت توزعيه عليه وتكبسيه في ساعتها، لا ولا دخانه ولا كبس ولا اي حاجه. والله تفوقتي يا مدام روعه بجد اقسم بالله. هي دي اللي انا كنت عماله اقول فيه مفاجاه، في قنبله هتنفجر، في قنبله هي دي. والمفاجاه الثانيه، انا مسكت وكيل حصري لي في القاهره والجيزه غصب عن روعه. وهو يا بنات جربوه على ضمانتي، على ضمانتي. هي كانت عايزه القاهره بعد ما اشتغلت بيتها، قالت لي القاهره وجيزه. ويا بنات بقى مفاجاه من ساندي، من ساندي، انا واخده 100 مللي بروتين، ال 100 مللي دول اقسمهم على عينتين وهديهم لاحلى، يعني مش احلى، انا عايزه بيهم 2 فيديو بس قويين جدا جدا جدا. عايزه اقول لك ال 50 مللي هيكفيكي شعري طويل، الشعر ده واخد معايا 35 مللي وكان كتير. هديه مني انا كساندي، ان انا ال 100 مللي بتوع الهديه انا هديه لكم انتوا على عينتين 50 و50، بس عايزين اقوى فيديوهين. تمام، ويلا كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله موسم يا رب جديد علينا جميعا. وانتوا في البريك هتعرفوا كل حاجه. طبعا منتج لما يتسمى روعه وهو على اسمها روعه وهي روعه. بشكرك والله يا استاذه رنده، يعني على ثقافتكم الجميله دي والله فيها. بس 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 معلش، انتوا كلكم شايفين الشعرايه مبلوله ازاي؟ لا انا مش عايزاها مبلوله كده، انا عايزاها يا دوبك منديه، كان الشعر ناشف ومندي بقى. انتوا فاهمين ولا يعني بعد اللي قلتيه؟ لا انا بتكلم على دلوقتي واحنا بنوزع التوزيع ده في البيت. شارك بروتين كتير، ده كتير قوي قوي قوي. طب ليه؟ لا انا مش عايزه، انا مش عايزه كده. طيب انا عايزاها بالله عليكم تركزوا في التوزيع ده برضو كتير كده. بصي انا عايزاها منديه، منديه بس. انا ما بحطش فيها يعني. ماما لا كبري الفرصه شويه. مفيش تفاقم، مفيش اي اضرار جايه من ناحيته نهائي. الماده قد ايه؟ الماده هي كمان يعني ما حسيتش قوي. يعني انا مش هعرض اسمي على فكره لحاجه هتضر اي حد. انا اسمي مهم عندي جدا، اهم حاجه عندي. هو السلام عليكم. ايوه صح صح كده عشان كلكم نمتوا. طبعا في منكم القليل طبعا يعرفني والكثير ما يعرفنيش، صح؟ ايه انا ما بعرفش اتكلم كتير، انا روعه الموجي. بشتغل في المهنه دي بقالي 19 سنه، والحمد لله الحمد لله وصلت اللي انا فيه دلوقتي. المهم انا بس عايزه اسال المتخصصات كده سؤال واحد، عايزين نعرف بس اكتر حاجه بتتعبكوا في البروتين ايه؟ كبس المده الطويله. الكبس، وكمان لو غسلت كويس ولقينا بعد الغسيل في اجزاء مبوجه. احنا عايزين نتفق على راي واحد كله بيتعب منه. كبس كله بيتعب منه المده يعني. طيب النهارده البروتين بتاعنا هو المفاجاه الكبيره جدا اللي انا بسميها قنبله، هو بروتين روعه. تمام؟ هو اسمه روعه وهو روعه. البروتين بتاعنا بيتحط ما بيتسابش على الشعر. البروتين بتاعنا بتحطيه على الشعر
تنشفي وتكبسي على طول، ما بياخدش كبس، ما بياخدش وقت في اي حاجه، والشعر ما بيشيلش كمان، ما بتحطيش عليه بروتين كتير، يعني هو موفر جدا جدا. طبعا الكلام ده احنا هنطبق جزء صغير منه قدامكم وهنكمل بعد كده وهنوريكم النتيجه، وهتمسكوا الساعه تقريبا كده من وقت ما نبدا لحد ما نخلص. واحنا دايما على فكره قبل ما نوصل للنتيجه دي احنا غيرنا تقريبا البروتين ده، بعتنا غيرنا التركيبه بتاعته كذا مره عشان انا عايزاه يوصل للنتيجه دي، وفعلا هو وصل للنتيجه دي.